أول شيء أهلا وسهلا فيكم. أنا الأب لويس مطر قيم دير مرمرون النية. صباح اليوم الساعة 7 الصباح بجيني صبية من بيروت عمرها بين 19 و20 سنة، قالت لي معود يظهر عليها مار شربل، وظهر لها بالليل وقال لها بتطلعي على دير النية تاخذي كمشة تراب كبيره عن القبر، تحطيها بركوة كبيره، تعبيها ماي وغليها مظبوط، ورجعي فلتريها بفلتر طبي مش نصفية عادية، وفرج الحنجور كيف لازم يكون موديله زيز وقلو سدي من فوق، وبتعبي هالمية بقلب الحنجور وبتروحي على مستشفى الحريري. فوتها على جناح اللي في مرضى المصابين بالكورونا، وفرج على الطبيب قال بتوصلي بتعطي هالحنجور للطبيب وخلي يوزع على المرضى، كل واحد بياخد بإيمان بيشفيه، وأنا أقدر إنه أشفي كل مرضى الكورونا بلبنان. هاي الحادثة اليوم صارت أبو إن شاء الله تكون أكيد الحادثة اليوم صارت، وأكيد ما شربل المتربط القبر مشبعين من أشعة شربل. أوكي، بوقت اللي طلعت على النية شفتها حضرتك للمرأة؟ ما جات لعندي لهون على المكتب، فاتت على المكتب، بس فاتت خمنت بالأول جيت تسجل عجوبي، لقيتها لا، قلت لي بدي خبرك خبرية على السريع، صار معي كذا كذا كذا، وأكيد ما شربل بترابيته لأنه مشبعين من أشعة اللي كانوا يطلعوا منه وقت اللي كان ميت بالقبر، يعني في كل المرضى يعني اللي بهمه ما شربل نفة إيمان وبتغير وجه الدنيا. هللويا، إن شاء الله تكون المضبوطة القضية، ظهر لها مضبوط، وأكيد ما شربل بترابيته وراح يشفي كل المرضى. شكرا لك الأب بتوفى في لأتعتكم بأستراليا، وألا وفقكم قيم دير مرمرون بعناية مرمرون عناية. كنت معنا مباشرة عبر موقع لبنان بأستراليا. شكرا لك الأب لويس، ألا وفقكم. شكرا ما شربل يحبيكم، ألا بركم. شكرا.